من جديد مشاهدينا الكرام في النشرة الرئيسية من قناة الشروق. حالة الطقس راهي مستقرة على كل أرجاء بلادنا، أجواء ربيعية مع درجة حرارة مرتفعة. حالة الطقس غدوة إن شاء الله مع الفجر، سماء مغشى جزئيا بالمناطق الشمالية الغربية والوسطى مع سماء مغشى بالمناطق الشمالية الشرقية، سماء أيضا مغشى جزئيا بمنطقة الصحراء الوسطى إلى مغشى بمنطقة الصورة. الرياح معتدلة على المناطق الشمالية ما تتعداش 40 كم في الساعة، على الجنوب توصل حتى 60 كم في الساعة، تتسبب في بعض الزوابع الرملية بمنطقة أدرار ومنطقة الواحات. في الظاهرة إن شاء الله أجواء مشمسة راح تعرفها المنطقة الشمالية الغربية والوسطى باستثناء بعض السحب العابرة اللي راح تكون بدون فعالية، بينما السحب راح تكون أكثر كثافة على الجهة الشرقية. السحب راح تكون أكثر كثافة أيضا بمنطقة بشار باتجاه الصحراء الوسطى، مع دائما الرياح معتدلة على المناطق الشمالية ما تتعداش 40 كم في الساعة، على الجنوب تبقى دائما توصل حتى 60 كم في الساعة، تتسبب في بعض الزوابع الرملية على مدن الجنوب الغربي على شمال الصحراء ومنطقة الواحات. درجة الحرارة الدنيا غدوة إن شاء الله مع الفجر ترقب مقاييس بين 13 إلى 16 درجة على المدن الساحلية الغربية الوسطى وحتى الشرقية، ما تتعداش 12 درجة بالمدن الداخلية والقرب الساحلية، 11 درجة بالأوراس، 16 بالجلفة وتيارت، و14 بالبيض والنعامة. على الجنوب توصل حتى 26 درجة بمنطقة الواحات وبني عباس حتى ببوتباج مختار باتجاه أدرار، 20 درجة بشمال الصحراء على غردية وزلفانة، أيضا على منطقة بشار، 22 بالجنوب الغربي والجنوب الشرقي، مقاييس 24 إلى 25 درجة بأعالي الهوكار والتاسيلي، ترتفع إلى 30 درجة على أقصى الجنوب الجزائري على أباريسا وعين قزام. درجة الحرارة القصوى غدوة إن شاء الله في الظاهرة، قلنا أنها تتفاوت ما بين مدينة إلى أخرى، أحيانا تكون مرتفعة أحيانا راح تكون فصلية، راح تكون ما بين 44 إلى 45 درجة على أقصى الجنوب الجزائري على برج باجي مختار وعين قزام، من 34 إلى 36 بأعالي الهوكار والتاسيلي، 36 بغارج بلات وحسي منير بتندوف، توصل حتى 42 درجة بمدن الصحراء الوسطى بأولف بأدرار بعين صالح وتيميمون، تنخفض إلى 40 درجة بمدن الجنوب الشرقي. على مدن أطلس الصحراوي تتراوح من 36 إلى 39 درجة، على الخط الرابط من بين بشار شمال الصحراء والواحات. بالنسبة للمناطق الشمالية راح تكون مرتفعة بالجلفة وتيارت حتى بمنطقة الأغواط، توصل حتى 32 درجة، 29 بالبيض منعامة، 30 بتلمسان غريزان ماسكر وشلف، 27 درجة بكل من دية بالعاصمة وضواحيها حتى بمنطقة الأوراس، 26 درجة على كل من السواحل الغربية والشرقية، وتوصل حتى 22 درجة بقسنطينة ميلا سطيف وسقارس. حالة البحر غدوة إن شاء الله سيكون من مضطرب إلى قليل الاضطراب وفق رياح مختلفة الاتجاهات، سرعتها ما تتعداش 40 كم في الساعة على طول الشريط الساحلي. اتجاه الموجة راح يكون من شمال غربي إلى شمال شرقي، ارتفاع الموجة ما يتعداش 1.5 متر، والرؤية راح تكون من متوسطة إلى حسنة. نختم مشاهدينا الكرام معكم بهذه الصور الجميلة من سبخة ولاد زوي بمدينة وهران الباهية، وشوفوا شروق وغروب الشمس لجزائر العاصمة غدوة إن شاء الله 14 مايو 2017. الشروق يكون في حدود الساعة 5:45 والغروب يكون في حدود 7:43. تبقى دائما العناوين الإلكترونية في الخدمة لمزيد من المعلومات فيما يخص أحوال الطقس وحتى البيئة. أوقات ممتعة مع بقية برامج الشروق، وفي أمان الله.